إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن قصتنا كتاب كي خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة. عن سؤال نسواش 18 السؤال 17 سواش 18 ما حكم الدعاء الأموات كوا بنتي بريد الله بريحون كيدو محوية أو الغائبين أما كوا مقان أو وح سبب هنا إسانسكو كين حيرين قفك أدو مقان يهي لكن إسجارسين أدكوا ظهر لإذا قف جوغ لميد يهي لقفك جوغ سيدو أم مقلوك هو مغلا سيدو جوابنا واكو جوابا لكن قف مقان أو وح سكو كين حيرين أيو سبب إسانسكين إلا بريو وشركي وانا شبهيد لغو شبهي قف كاس الله إلا الله سبحانه وتعالى وحوالب مقلا ما شرفت تشوق واكو مقلا اد كان مكان او سبب اسكو كين خيره اذا سن جيرنا داد او يارتو استرا واكو مقلا انا قف دنت استرا له مل الله ميش ادونك كجوقته واكو مقلا وشبهيد الهي لغو شبهي مخلوقا مخلوقا انا لو حا لغو شبهي الله تاسر وكفر اكبر الاسلام كلوغه بخه ما حكم الدعاء الأموات كوا بنتي بريض الله بريحون كيد مخويا أول قائمين ما كوا مقام الجواب دعاء الأموات كوا بنتي بريض الله بريو أول قائمين ما كوا مقام بريض الله بريو من الشرك الشرك كميتا الشرك الأكبر وين كبدا دعاء الأموات كوا بنتي بريض الله بريو أول قائمين ما كوا مقام من الشرك الشرك كميتا الشرك الأكبر وين كبدا قال تعالى إلى وحيري ولا تدعو هطوقنا هؤيران من دون الله الله كسوك الحال وهذا ما شيء لا ينفعك أن وحكو ترين هداد عابده ولا يضرك أن وحنك أدبي كرين هداد عبادة سيسكدهيدو فإن فعلت هداد سميدو أرنكاس أو إتان نعف كيني كرين لبن كيني كرين آد عابده توقتو فإنك هذيقا إذن مركا توقتو من الظالمين مشركين تتكم التعاي ولا تدعوها عابدين هاو ييران هابارين دعادو صدح ذا معنى وكوت مادا صدح ذي بغلو رجي ده ولا تدعوها عابدين هاتوغين هاو ييران من دون الله الله كسك الحال وهذا ما شيء لا ينفعوك أحوحكو ترين هادا توقتو ولا يضروك أنكو ديبي كرين هادا اسكيب ده إذا بريديسة فإن فعلت هذا الأرنكا سميده أو إتان ضرء النعف مثل لهين آد عابده فإنك هذا إذن مركز عابده من الظالمين المشركين تتكم التحري الظالمين أي المشركين اللي لديك إذا ما أنت ظلمك هل كان شركي اللي لديك إذا إن الشرك لظلم حديث سيد إله بيري وقال النبي قولي صلى الله عليه وسلم من ما تقفك إذن توالحال هو يسق يدعو أطوغا من دون الله الله كسوك حال وهذا الندا من الله لم يضعه إله إلا لم يثلي دخل النار النار قال رواه البخاري وريي وقال النبي قوله صلى الله عليه وسلم من ما تقف الله قفك بنتا والحال هو سيقو يدعو أطوبة من دون الله الله كسوك حال وهذا الندا من إله إلا مطلق دقي قفك بنتا سيقو توقيا من إله إلا وشريك يلي دخل النار نار قال رواه البخاري وري السؤال 18 سؤال شطران يسديد هل الدعاء بريضة عبادة عبادة مياهي هل الدعاء بريضة عبادة عبادة مياهي جواب الجواب 18 جواب شطران يسديد نعم ها الدعاء بريضة عبادة وعبادة قال تعالى إلى وحيري وقال ربكم ربكم وحيري ادعوني إبريا وأمح الشيء قد الله أمره أمر رسولكم أمره وحالي رواب واجب
واجب كون عباداتك هو وين كمدي مركا بريدي الله امري وواجب الله ان لبريا وعباده مركا الهي ان لبريا الى وغور سبحانه ادعوني اتوب استجب لكم وان كاقبلاه ان الذين ضدك يستكبرون اسكوينيسي عن عبادتي الهي فيري عباده وامدوا امرا وغريضا واه ان اصلا لبريا إن الذين ضدك يستكبرون إسكوين إيسية عن عبادتي أنيق عبادة ديدا اللي عابد ديدا اللي عابد ديدا اللي عابد ديو والله يتوغى يوقفك إسكوين إيسية سيدخلون وحي قلي دون عن جهنم النار تجهنم داخلين حاليهم كويد الليسن أي دليلين حاليهم كويد الليسن. الجواب 18 نعم الدعاء برياد عبادة وعبادة. قال تعالى إلى وغيري وقال ربكم ربكم وغيري ادعوني إبريا إلهي وأمر أستجيب لكم وإن كأقبلاه إلهي إلهي نحب بلن قاد إنو نغا أقبلاه دنبرين وأن أمري وحنا نحب بلن قاد إنو نغا أقبلاه إلهي غوري سبحانه إن الذين ضدك يستكبرون إسكوين إيسية عن عبادتي أنيق اللي عابد الدين سيدخلون جهنم النار تجهنم يقريد دونان داخلين حالهم كويد دوليس إلهينا ضدك بريديس إسكوين إيسية عبادتيس جهنم وبلن قال. وقال النبي وحير صلى الله عليه وسلم الدعاء برياضه هو العبادة أيضا العبادة الدعاء برياضه هو الدعاء العبادة وعبادة برياضة إله الله برياضة وعبادة طبك إله برياضة الله رب السي الله قدر قطع الله عافي ماضي السي الله إعزي الله دلق إغا إلالي الله يد بالنعف الله جنّي قلي الله عذابك كري الله عرورتي إصلاحي الله يعافي قفكس إلهي واطوغ وانا عابدي عبادة وي حيلا النبي يريد بريضو أساق بعبادة حسر يا ليلة دا عبادة وطنبوا بريضة حيلا قفكس وغموشي أساق إنه تغير يا إلهينا قوية وغموشي أساق فقير يا إلهينا قنية وغموشي أساق إنه باهن ياي اللهم أباهن ياي ويست دولين ليش قد بيدي عبادته هو استولين مارك قفكاس الله العابد لكن اطوم مخلوق على عرف اولى اولياء الله اديك اولياء الله روفك اولياء الله يعافي قفك اولياء الله عرور السي اولياء الله يعافي اولياء الله رزقك اي واسع اولياء الله هدو انت يراهد او كبر يو اوليادي او هداي بنتين او بريو هداي نوليهن او اساقو كمقان او بريو اما ساساقو لاتشوغ او ويديستا وحيسان او ودين لما وحاسوا شرك حاشركيق او بدبالي كرتا ان تسأل الحي الحاضرة بما يقدر عليه اينا دوح ويديستو مد حي او نو حاضر اوه تشوغ واحد ويديسايدان او ودين ساسا شركيق او بدبالي كرتا ان تسأل الحي الحاضرة بما يقدر عليه انت سال الحي متنول وحويديس محاب حي انت داد ويديس تو شرك الحاضر وينو جوغا ميد كد وحويديسيدا ميد كان مكان هداد وحويديستو وحيريرو اسبابو اسكارسينا اسكو كين خيرين وا شرك حيل المخلوق انا تكون شبه الله الله مالو بكام مقلا مخلوق يا سيده كلا كاريت وا شرك اكبر بما يقدر عليه وحو مخلوق اودر ويديس مخلوق هذا وحويديسيدا هذا ميد حتى حيه النو او حاضر وكله جوج اد ويديسته وحن مخلوق اودي سدا راب ان لا كانو سدا عافمات ان لا كانو سدا ان جنن لو غرشو ان لو دمي رفداد ويديسته وا شرك اكبر شرك مرات ان كبد دادو قاعده الى علي ان تسال الحي الحاضر بما يقدر عليه صفح هالشيء الى ميد حي وح ويديسه ميد وح ويديسن حاضر كله جوج وح ويديسه ميد مكانه وح ويديسن mid maqan ha weydiisa ee mid kula jooga ama wax kula jooga lamid isku keen xiraydo mid kula jooga ama wax kula jooga lamid wax weydiisa inta wax weydiisayda wax weydiisayda wax adoomadan asagoo kale awood weyn noqdo adoonkan aad weydiisaydu qof lamiduhu mid awood waa inay noqoto wax asagoo awood turba laakin qof lamidha awood oo qof hadda tafaqir ah oo tuusaatir oo kun dollar si shirki ma man awoodo laakin maxay la noqowayda hadda qof lamidow banu aadana kun kunga dollar banu aadana asagoo kala ha bixi ka marka saddexdaas qeyd marka dilaalido shirkigi waa ka badbaadeeyda
هذه سطح لقيد ميت كميدة لوايين الشركية تكون عينا. رواه الحديث كان أحمد وريوت المدينة ووري حسن صحيح وأنا حديث حسن أو صحيح. رواه أحمد الحديث كوريي وقالت الترمذي إمام الترمذي وغيره حسن حديث حسن وحديث حسن صحيح أو صحيح. السؤال التاسع عشر سؤال شطران يسق علي ذا هل يسمع وحمق الليان الأموات كوى بنتي الدعاء الدعاء ويقرد قنط همسدو هل يسمع الأموات كوى بنتي ممق الليان الدعاء بريضا لبريو ممق الليان سمق لميان بريضا لبريو ممق الليان سمق لميان. سؤالو هل يسمع ممق الليان الأموات كوى بنتي الدعاء بريضا لبريو ممق الليان. الجواب التاسع عشر جواب تطمان يسق على إذا لا يسمعون مقل ما يانو من مقل يان جواب تاس مركة جواب تاس واح من مقل يان حوغا تفاصيل أبان سبب توعة ميت كهدي قبر قال لدول استيغو إنوك مقل ياسو قبر قهدي لدول استيغو waa kuma qalaya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii badar gaaladii lagu leeyay Abu Jahal kamid ahaa markuu dhintay eel aasay oo aas kale lama aasinay eel golfa lagu gooray eel golfa ayaa gaaladii meedkeedu lagu gooray markii lagu gooray saddex maalmood kadib nabigu way dul istaagay markaas wuxuu ku yiri cadaabka Allah idin ballan qaaday ma haydan maanta anu gargaarka Alla ii ballan qaaday waa hayaa oo Alla waa ka sii gargaaro meedkiina meesha waray markaas Umar ku yiri Rasuulka Alla baqtigan haad kala hadlayda la fahan baqtiyi markaas Nabigu ku yiri kama maqli oo idin idinku saad ii maqlaydaan oo kale ii maqlayaan xaylad waa la dul taagan yahay meedki marka hadii la dul taagan yahay waa maqlayaan meedku Nabigu waxa kale ka sugan sallallahu alayhi wasallam meedka marka la aaso dadkii aasay markay ka dhaqaaqayaan sanqaadka kabtooda waa ay maqlayaan adilla saxiixa laakiin maqalka la anfiraya ee culimadu dhan isla ogashay waa maxay marka laga tagay meelahaas aad tagto ku maqli maya hal caalim oo yirma jiro kitaab allana meel uga taala male sunnada nabiga meel uga taala male taas oo qofka meedka markii la dul taagan yahay oo aad siyaarayda qofiga assalaamu calaykum aad leedahay markaas aad dul taagan tahay ha ku maqlo laakiin marka ka tagto maya kitaabka ilaahimi iyo sunnada nabiga meel uga ma taal qofku markuu dhinto maqalkiisa waa la waasiciya meel kastuu ka maqla meel kasta has waa adoonkii uu leeyahay ilaah sida uu maqlo maqlaa noqon waa gaalnimo waa adoonkii ilaahay nagu shabaha laysa kamithlihi shay ilaahna wax la mid ma ilaahina wax la mid ma sa tartiida dadka makriga badan oo u ololeeya in meedka la tuugo ogna inay xaaranta in la tuugo kitaab Alle iyo sunnada Nabiga meedka la tuugo dhiga inuu san jirin og kuwa og iskama hadlay kuwa caamada waxa ogeyn kuwa og laakin makirinta ee diinka Alle makriga u sameeyna markay rabaan dadka inay ku boodriyaan in meedka la tuugo adilladaas aan sheegay iyo kuwa kale oo sheegaya qofka qabriga markuu la galiyo meedkaas dadka kortaaga inuu maqlayo ay soo aruriyaan oo ilaada sadu leedihiin waxa weeyaan wax maqli maayaan daliilkaas soo aroray daliilkaas soo aroray dhammaan adilada soo arortay waa maqlayaan waxay ka hadlayaan adiladaasu qabrigii la dul taageen waa ko ml alla meesha joogtu ku maqlaa daliil dhig bahaya kitaab alla iyo sunnada nabiga midna kuma jiro hal caalim oo yidhina ma jiro culimada muslimiinta meydka markuu dhinto maqalka inta loo dheereeyo adduunka meeshaad ka joogto uu ka maqla waa kow horta marka kowaad maana ahan dadka in laysku dhex geliya masaa'ilka calayka bitafsiili wa tabyiini fal itlaaq walijmaalu duuna bayaani qada sada hada alwujuuda wa khabadal adhaana walaraa kula zamaani waxaa la rabaa inaad masaa'ilka kala saarto in la duuduubaa waa wax diinaha lagu fasahaadiyo waa wax ummadaha fasahaadiya waa waxa maskaxda wareeriye kala saar sida diinta u kala saartay u kala saar kitaab Alle iyo sunnada nabi
meel oo ma taalo hal aalim oo sunni oo yiriina lama keenin karo meel alla meesha adduunka ka joogto meedku waa ku maqla sababtoo ah meel alla meesha joogto waa ku maqla si falaas alla iskale oo wax walba maqla ma hadii makhluuq siis la yiraado waa tashbiihu makhluuq bil khaliq makhluuq iyo khaliq lagu shabahay weey waa adoomad iyo ilaahay lagu shabahay waana qaalina cad meesha baa allah bi khalqi fa kafar qofka ilaahay ku shabaa adoomadiisa waa gaal ayat quraan beeri allah la laysa ka midri shay wa samiu al basir marka jawaabta kubada la siina waa midas jawaabta labada la siina qofkaas maakirka waxay tahay hadii la yiraado shaygan waa ku maqla kalaasin maydu waxuu ku qaba karo waa la tuugi karo sababtoo ah hadda adoomadan ay la joogto gaal iyo muslim waa ku maqlayaan dadka marka la joogto dhagaale waa ku maqlayaan marroobay ku sii karaan ha hadda qofkan maal xayna oo la joogto waa ku maqla roobisi dartir waa ku maqla ma banaanta ina tara roobisi asagu roob ma keen kara marka isku ma xirna maqalka iyo gargaarka in la keeno qabriga xataa marka la dul taagan yahay hadii la yiri waa ku maqla ka dhaamaydo in la tuugi karo ma ka dhala karto sababtoo ah marku xayiga hayo noolaaba qofkan waa ku maqla markaad la joogto roob ma keeni karo abaar ma qaadi karo cudur ma qaadi karo caafaad ma keeni karo wuxuu ku qaban karo marka waa ku maqla kama dhalanayso in la tuugi karo ma ka dhalanayso laa yasmacuuna maqli maayo marka maqalka mutlaqa kaas horta maqli mayaan قال الله إلى وحوري تعالى إلى واسر إياه إنك أذيك النبي سبحانه لا تسمعوا وحمما قشيكرتيد الموتى قوى بنتي آيات عن معنى هذا أقوالي كليه مفسرين لغت طولا كسوق هذا إلا إذا هذا قف كان بنتي مما قشيكرتيد سماع قبول قال بنتي قبر كتير انت دول استاكتو أو والدو أو والدي كاقاتو إسلامو ما انفعي ما بدي اكرت هاي لقفك النفط مرة كان عضو الطوبة دي سواء دمات ما دمات مركا ابن انت يوح مما قشيكت سمعي قال لقاء انفيني وسماع قبول كاسو يبتك لقاء انفيني وانتفاع انو انتم مقلوطوف قدري كتيرا او اقبله او كن معفيه مقل كاس ما بعيده ساسي كان لعيد سومة جديد تانكاري ayada qowlka kala ku jira waxay tahay almauta waxa loo jeetaa mauta alqulub dadka gaalada ee qulubtoodu dhimaatay dadkaas xaqi ma fahamsi kartid shanqarta waa maqla gaalku markaad laadi ayadaha aqrinay laakin adiga qalbigiisa ma gali kartid ila gaalada waa meyd xaqa qalbiga meyd ka yid qalbigoodu gaalada uu dhintay xaq ma maqashi kartid oo ma fahamsi kartid innaka adiga laa tusmicu ma maqashi kartid المتقول انت لا راس معنا هو على حد نمبر اي قبل ما مركه دول تاغنت كو مقلي معايته كما لا سي سوابك بل واحد في رضا الامام المحقق المفسر العلامه الاصولي محمد الامين الشنقيطي كتاب سقيناه بدنا تفسير كاضواء البيان في ايضاح القران بالقران سوره النمل ايات ما شرح اي اخر بحث در ايوك قريه وما انت اديك متيد نبي سو مرو بمسمع مت مقشي كرا من احد في القبور قبورها كسوان وسوره الفاتحه تلما وما انت هذه متي نبي سبحانه بمسمع مت وح مقشي كرا من دق في القبور كسوان ترى على هذه معناه كره قف قبرك كجيره انت وينده وينده كو انف كو انتفاع ما لقفك انت نولي اي وينسمي كرا ومعنى معناه لو انه يقول يا قف قالو قلبك سمدوبادو دمتي adugu haqa qalbiga kaba gali kartid macaanidaas ayaadkan ka hadlay anwaacu shirki shirkiga nuciyaalkiisa shirkiga alakbar weynanka badan anwaacu shirki shirkiga nuciyaalkiisa shirkiga alakbar weynanka badan hada maxallu kan waa meeshi looga hadlayay hal nastaghiithu gargaar ma ka dalbayna hal nastaghiithu bil amwaati dadka dhintay gargaar ma ka dalbayna أو الغائبين أما كوا معا السؤال العشرون وي سؤاش الله باتنا إذا السؤال العشرون سؤاش الله باتنا إذا هل نستغيث قرقار ما كدل بينا بالأموات تذكر لنتي أو الغائبين كوا معا وأنوح أسباب اسكو كان نحري قرقار ما كدل بينا وسؤال الجواب العشرون
جوار طلباتنا إذا لا نستغيث بهم قرقار كالضلب ما إنه وح قرقارة كانت ضلبنا إنه ضد من تاي إيه ضد نغمقنا وح أسبابه إسكو كان حريق إسجري سببتو أقفكو هدو ميل شو جودة من ميت أطواغدو شعال مايو أولي شعال مايو أولي سو ما جيدي شعال مايو إسكالي شعال دغادر أولي من عربي كبريا من صومالي كبريا من انجليز كبريا من سواحل كبريا من صومالي كبريا من كينيو كبريا من عراق كبريا من انجليز سوتشو كبريا ان تاس ان ودا مقلا يودا نفهم يا هدي لا غدبو الهي با لو شباي ادونكا وانا قالما مش او دبيلي ليس كمثل ليس كمثل شيء ولله الحل من مال ادونك يا الله شكمت كدك مركا انت نغم مكان نمط بريين oo aan wax asaab isku ka dhigin qofkii ka maqnaa taleefanka u dirto sababa isku keen xirtay wax uu awoodo awoodiisato shirki ma laakin waa kan maqay wax isku keen xireyna mal ka tabska qaliye haddii markaa wax weyn allah iyo adoonka way isku shabeh allah meel kasta joogto ku maqla qofkan ka maqnaa waxa kamid digta meel kasta inuu ka maqla way isku shabehdi qofka ilaahay adoonka ku shabehna quraanka uu beenay oo aayad quraan uu beenay laysa kamithli shay wa huwa samiu basir marka kufri weeyo quraanka uu beenay الجواب العشرون لا نستغيث قرقار كالطلب ما إنه بهم ذاتك بنتي يقوى مقان قال الله له وقل تعالى لا واسر إياه والذين كوا يدعون مشركين تأي بريان عابدين من دون الله على كسك حار يا هذين لا يخلقون شيئا أيوح وما أبوران وهم أيها يخلقون لأبورا أموات هم أيها أموات وكوى بنتي غير أحياء وكوى النارين وما يشعرون من الدريميان أيان قرمه يبعثون لصبحنا والذين كوا والذين ضحكوا بعيدا كوا للطوغي والذين كوا يدعون قالب أي طوغي يدعون هم مفعول كيوا محدوف هم تاسا أهدتك للطوغي والذين الله بعيد والذين كوا يدعون قالب أي طوغي وأي عابدي من دون الله ألا كسوك حالي هذين لا يخلقون شيئا ايغوا هم ابورا وهم ايغا يخلقون الابور اسكتاين وحبوران ايغا مخلوق ايغي مك اوات مره وهو حل ابورتي الى غير اموات وكوا بنتي غير احياء طعن النار ومي من غالب ميت كسي توغيسا وما يشعرون من الدريم ينكواسو ايار غورنبا يبعثون صبحنا فتك بنتي ولا صبح دونا ايغ ميوغا غورنبا صبحنا ما أقول قرح لصبحنا إذ تستغيثون ربكم إلى وغيري سيقول شيئا النبي صلى الله عليه وسلم إيا السحابة إنا الرب قرقاه كدل بيشرين واحد انتك متو بيشرين واحد مغان متو بيشرين مخلوق متو بيشرين الله قرقاه كدل بيشرين إلى وغيري إذ تستغيثون واذكر شيئا النبي صبحنا إذ وقت تستغيثون أد قرقاه كدل بيدين ربكم ربهي ربنا تقرقار كد البني دي وفستجاب لكم ربنا وإنك أخبر مركا النبي محمد قفكي رميسان وكود ديان أيو نبي محمد مركو قليس داريامو إلهي وقرقار كد البجري داد انت يضغن المدن مبريجري صحابة ديسو مركا قليس داريامان ربي يقرقار كد البجري آيات نوحي قال الله إذا دقال كبده نبي صلى الله عليه وسلم صحابة ديسو صدح بغوري بغوري طماري أهادي صدح بغوري iya bawro tobare ahaye gaalada ka soo jeedana kun iyo wax ku dhawey ahaye markaas ilaahay uu calaacay nabiga saxaabada oo gargaarka ka dalbadeen qofkii markaa rumaysan allah nabi muhammad rumaysan wais ma ku dalay ma rabbi gargaarka ka dalbado in tastaqithuna id waqti shaq tastaqithuna gargaarka ka dalbaydan rabbakum rabbigin oo fastajaba lakum rabbigin in ka aqbalay وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي الله نورها هو يا قيوم الله كون كمان ملكي سأتاقني ربضانه بالرحمتك النحريس تاضان أستغيث قرقاك كبال بينه والصفة إلهي رحمت رحمت دابا يا صفة دابا أن قرقاك كبال بينه صفات إلهي وعلى منقلة أعوذ بكلمات الله تامات فيه إلهي رحمت دابا أن قرقاك كبال بينه حسن حديث حسن وحديث حسن رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم
يا حي الله نولها هو يا قيوم الله تاغني دبلن كون كمامكيس او تاغنو برحمتك نحريست على نستغيث وغرغارك كطلب يا حي الله نولها هو يا قيوم الله كون كمامكيس او تاغني دبلنو برحمتك نحريست على نستغيث وغرغارك كطلب حسن حديث حسن وحديث حسن رواه الترمذي ايا وريي السؤال الحادي والعشرون السؤال الحادي والعشرون سؤال شلغاتن يكوبيدا هل تجوز مبنان تهي الاستعانة قرقار لغا ضلبو بغير الله إلا قيركيس مبنان تهي إن الله قيركيس لغا ضلبو إنو كو كالميو كو غورا كالميو وحن الضومد أودي حلقا الله وحن الضومد أودي ee atonku u wado banaa wala sa kalmad dalba oo ilaaha yiri wa taaalu ala albirri wa taqwa taaaba ya birriga isku gacan si as-su'al al-hadi wal-ishrun su'al shalabatni yakubayda hal tajusu ma banan tay al-isti'anatu kalmad dalab bi ghayri ilahi la qayrkiisa kalmad laga dalbo ilaahi qayrkiis ma looga kalma dalbi kara waxan makhluuq awoodin wixii makhluuq uu san awoodin laga hadla wixii makhluuq awoodo waa laga kalma dalbi kara alla yiri wa taawaru ala albirri wa taqwa wanaag iyo xumaanta ka tagideeda isku gacan siiya taas waa looga kalma dalba wixii wanaag ah ayna adoomadu awoodaan wixii wanaag ah adoomaduna ay awoodaan waa la iska kalma dalba waa looga kalma dalba laakiin waxan adoomadu awoodin kalma looga dalbi ma ilaahi qeyrkiis laa tajusu ma banana uiri al jawaab al hadi wal 20 jawaab talabatan ya koobayda laa tajusu ma banana in kalma laga dalbado allah qeyrkiis ayadoo shayga kalmaha loo dalba uu yahay shay aan makhluuq awoodin ma banana laa tajusu ma banana way daliilu daliil ka tusana qawli wa ilaahi qawlkiisa ta'ala ila wasareeyaa ilaahu yiri subhana iyyaka kalegaan ilaahu na'budu ku aabudayna wa iyyaka kalegaan nasta'inu kalma ka talbayna addoomadu saas inay yiraadaan ilaahi amr iyyaka adiga kalegaan an na'budu ku aabudayna wa iyyaka kalegaan nasta'inu ka kalma talbayna iyyaka kalegaan أن نعبدك عبودين وإياك كاريغا أن نستعين كالما كاضل بينا الله كاريس وإن لعبدا سيدا يسان أبنانين إله غيركس إن لعبدو ساسو كاريس أبنانين إن كالما لغا ضلبو ألا قيركس أيضا شيغا لغا كالما ضلبي أن وسا المخلوق أودي إيا وطولو إله قولكي سو دليل لا تجوس ما بنانا ده والدليل دليل كتوسنا قوله وعلى قولك تعالى إلى واصر إياه إله روح إلى الضم وحتر هذا إياك كالغا أن نعبدك عبدين وإياك كالغا أن نستعين كالما كاضل بينا كالغا أنك عبدين كالغا أن كالما كاضل بينا إيا وقوله نبي قولك صلى الله عليه وسلم نبي روح يري إذا سألت مركض وحويدي سيده فاسأل الله الله ويديسه وإذا استعنت كلمة مركة ضلبة فاستعن بالله الله كلمة ضلبة عبد الله بن عباس النبي يقول الله صلى الله عليه وسلم قف كستنا هل القاس النبي أيها لغا رأي نكو عمل فلو إلا النبي أمده من الله صدره قف أمده كم إذا هل النبي أكوير هذا قف كسته هل القاس ولغا رأي إنه سيداس النبي أكوير إلى علي إذا سألت مركز وحوي دي سيدة أولي نبغة صلى الله عليه وسلم فاسأل الله الله ويديسه وإذا استعنت مركز كلمة بالبيضة فاستعن بالله الله كلمة كالضلب حسن صحيح حديث هذا كان حديث وحديث حديث كو حسن حسن حديث كو صحيح صحيح رواه الترمذي وريه السؤال الثاني والعشرون سؤال شلواتن يا لبايضا هل نستعين كالما مكدل بينا بالإحياء ضدك النول نول ضدك النول نول وحي أي أودان نوغو كالما يمتحين ها وعبتحين نوي
هل نستعين كلمة ما كدل بينا بالحياة ضد النور أو وحي أودين. الجواب الثاني والعشرون جواب طلباتنا يلا بيضا نعم وعك كلمة ضل بينا فيما يقدرون عليه وحي أودين ضد النور وحي سن أودين كدل بينا خوف المين النسيان عافما إن الخوف كنا إن الجنة نجليا إن عذاب نجبت داريا إن نود من دافن ما هو الدين الله تاس لغوري لكن ذات كان الله واحد ويديسين ويهي أي أودان نونا بنان نونا بنان الله شرطي له نعم ويري فيما شيئا وكالما ضلبين يقدر عليه أودان قال تعالى إلهوه يري وتعاونوا اسكوك عنسي اسكوك كالمايا على البر وناك سمين تيسا والتقوى حنان تسك إلى لنتيد وتعاونوا اسكوك كالمايا الله بعمري فالسكوك كالمايا ساوي إلي أودو بنان وتعاون اسكوك المايا على البر وناك سمين تيسا وتقوى حمانتك تجديدا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله الله في عون العبد أدونك كلمة سؤاري ما كان العبد أدونك انتو كسجيهي في عون أخي ولكس كلمة ديسا أدونك انتو قف مسلم ولكس أكلمين إلهي بأكلمين وعد إلهي بأ وهو أمرين لسك كلمة استوراج نبيك يري قفك ولالك يسوع مسلم أنت أكلمين أيه إله أكلمين أركوا بنان تا لسك كلمة استو أو أضمة النول نول ويحب بنان أودان ليه هذا أنسك عنسيسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله الله في عون العبد أضنك كالذي سؤاله إله أضنك أكلمين ما كان العبد أضنك أنت كسجية هاي في عون أخي ولالك كلمة دي سرواه مسلم أوري السؤال الثالث والعشرون سؤال شلواتني يا صديح أيضا هل يجوز النذر شرط إن لغحر تام بنانته لغير الله الله غير كيس إن نذر لغقلو الله غير كيس ما بنانته ومثال هان ليرادو شغيب لو هدي قفك إغجرن او إعاف ماضو وحاسن كوسوق قلا وحاصل كوسو قلا ما بنانتهي شيخ هبل وهدي قف كاسكيرن او رايستو وحاصل كوسو قلا وحاصل كوسمينا ما بنانتهي سؤال هو سداس هل يجوز ما بنايا نترو شرط حرشه لغير الله لغير كيس نذر لغا غلو الجواب الثالث والعشرون جواب طلباتن يا صديح ايضا لا يجوز ما بنانا أن نترو شرط حرشو ينذر قليد إلا لله الله النذر لو قلم ماهانه إلهي بأن نذر لو قلي كرا وابنان تيقفك إنو يرهدو إلهي يوقفك اسكران هدي آد عافضو أو أدوكو إي عافضو صدح مال موضان كوسوما لبان مال موضان كوسوما مالين انسو كوسوما نافان درطا أسو قلا لبرق أو صلاة هان درطا إلهي أتوكنا إلهي نذر إن لغا قلا يدوى بنانتا لكن إتكالي ما بنانا إلهي إن لغا قلا وبنانتا ولما نبقوه النوشيك صلى الله عليه وسلم نذر كاس إلهي لغا قلا يو لباطو أنكا تقلهي نكاك تقي ما وناك آذان أول هشينا كو كين ما قف بقيل أمبا وحلوغا قادا قف بقيل أمبا بحيين أم قدرك إلهي كو قدرين وحكو بحييو marka nagarka marka horeba in iska deeyda feecan laakin haddad galeeydo allah waad ka gali kartaa hadii arintaadu sidaas ay noqotana waajib kugu noqona inaad fulida hadhow shaygi aad ku xirtay nagarka marka la helo inaad fulida waajib ay kugu noqone marka hore tana waxa wanaagsan inaad iska ilaalidooda nagarkii galin maxay leey waajib aan ku saarnayn ayad isii saare nagarkii marka gasho واجب اول كسارنا ان ادس سار حدد نذركي انت قشه واجبك يسارته دو كبخي ويدان عذاباتكم مدنه الا واجب لغا تغي عذاب لو موتا دد بدن واحد اركيسا كله وها سان نذري واي فودا وايه ما حان سميا marka واجب الهي ما كوربا كا عافيه اون الهي كسارين لا اسما سارو الهي يو اي عافي الاسكيره هذا الهو ديب كاسي قا الهو دنتاس اي غد الهي ابو نذر جلينا بس كبري كرتا لكن إلهي إنك قشايد هو بنانتو حران كما أهان لا يجوز ما بنان أن ندرو إن شرط لغا حرتو
إلا لله الله إنك كالله قلم ماهانه لقوله إلهي قولك سو دليل إن إلهي نذك الله قلو تعالى إلهي واصر إياه إلهوه إلى صغن نوغا ورما مريم بنت عمران مريم بنت عمران هو يدي لنذر قشي مريم بنت عمران والنبي إيسى هو يديس وحيتر ربي ربي قيديو إني أنيغا نذرت لك وحنكون ندري ما الذي كي في بطن حلوشي دكو سوغان محررا حالا وياي مثل حريي او لغا حريي عن اشغال الدنيا شقوين كالدنيا مشغولات كالدنيا دون وان لغا حريي داد كيور او وقت ياس جوغي او رير بنو اسرائيل دين كي هستينا وحا كوبانانا ان قف عرور او ندرو عرور اد ندري عرور كمكا لندرو وحو كشقين مساجد كبيت المقدس marka wuxuu leeyahay ilaahay uu nadaran ku galay aruurkaas inuu sanaduye ka shaqeyno darta uu nadro hadaw masaajidku ka shaqeynaa qofkii aruurkii masjidka lagayna masaajidkaas uu go'aa oo uu ka shaqeynaa waa u banaaneed ayaga diintooda rabbi rabbigeeyo ay tiri maryama hooyadeeda dhahay maryama bint imran hooyadeed ayaa dhahay rabbi rabbigeeyo inni aniga نغرتو لك وحن كون نتر امال الذي كي في بطني حلو شيدا كسوغان محررا حارو يهي مثل حريي او لغا حريي حان اشغال الدنيا مشغولات كأدون اي اعماش الدنيا كسابسا ولغا حريي وحو قو ايا اعماش وناقا او اله الو عابدا انو كشاقيو او بيتك الهي كشاقيو اي وقوله اهل كسر غبا وقوله او يرفيل وقلب اعرابك حيلا واحد كعد فانتهي لقوله تعالى بس كعد فانتهي إيه وقوله نبي قولك سو دليل صلى الله عليه وسلم إيه وقوله نبي قولك سو صلى الله عليه وسلم أو نبي يري من نذر قفك نذر قال أن يطيع الله الله إنو أضيعه قفك سياس نذر كو قال أو يري إلهي وحان كو بلان قادن كو نذري إن نفضرته قاله إلهي وحن كون ندري إنان صومو إلهي وحن كون ندري إنان توكدو نذر إلهي أقلا من نذر قفك نذر أقلا أن يطيع الله الله إنو أبيعه فليطيعه ها أبيعه قفكاس مركا قفك دو نذر إلهي كقلو وواجب إنو فريو هدو مركور نذر التبرير إسكاها ووامحي حباكو ما أصان حيرين سقون شرطي كو حيرين ووغو يري إلهي وينا وحون وبالان قادر ونذري إن توكد الله برحق أما وحير إن الله ما المتصوم أما وحير إن النفق إلى جرس أخلا داعو إلهي وبالان قادر واتي ما يكون نقاي وإنو فري هدو الشيء كحر يويري إلهي هدو وحاس إيو في ووناء قاس إيو قبطو أما نبكا سيقعر يو وحان وبالان قادر ونذري انتاسو عبادانا شيء مكا الهلي واتي يكون نقاي مكا وادعا إلهي نذري وضع إلهي اللو النذري من نذر قفك نذر أقلا أن يطيع الله إلهي إنو أطيعه فليطيعها أطيعه نذر كهف ليواجب يكون نقنه ومن نذر قفك نذر أن يعصيه الله إنو عاصيه إلهي إنو عاصيه نذر كقلا قف انت ميدو قبري أقستاقي مركز سويري شغبلو حدي وحوان بيشاس بيشاد عدة عرورك صبيرو وحوان انتاسن كو سمين النفان كو قلا wa maasi wa shirki ibado allah loo sameeyo oo ha waliba waajib noqota ayuu u sameeyay makhluuq marka makhluuq uu caabudo makhluuq ayuu caabudo illa ilaahi dadka baariyalka ee jannada galaaya sifada uu ku amaanay ibadooyinka waaweyn uu sameeyaan waxa kamid uu ilaahi yiri yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhum mustatira ilaahi wuxuu sheegay dadkaas adduunka nadarka ku galay baariyalka Ilaahay ka galay ee nadarkii oofiyay in Ilaah ka badbaadiyay maalinka qiyaamaha cabsidiis marka ibaado Ilaah marka loo sameeyo cadaab looga badbaado qofkii makhluuq siiyay hada makhluuqii uu caabudo ibaado way marka man nadara wa man nadara qofkii nadar u gala an yaasiyahu inu Allah caasiyo fala yaasi yusan caasin oo nadarkii yusan fulin nadarkii yuusan fulin ha balan waxa ugu horeeyay qofiga inaan dilo nadarkaas fulin
قف أن دل كولا هين أو مسلم آه وديكي سحاران كايهي آد إلهي إن أنا درتي إنا دليدو ومعصي هفولين المرك ما بنانا إنا تفريدو إنا تلادخ وكل ندري ما بنانا رواه البخاري يولي السؤال الرابع والعشرون سؤال شلواتني يا فريضة هل يجوز دفعه قورع ما بنانيهي لغير الله ألا غير كي سحلو قورعه السؤال الرابع والعشرون سؤال شلواتني يا فريضة هل يجوز دفعه قورع ما بنانيهي لغير الله ألا غير كي سحلو قورعه مركا قورع عن لسوي دينه وغيهي تعظيما وتقربا يوحلو قورعه وينين فيري أضحيادة بشد الحجة معنى كي طرنتهاي وعيد لتكنا يعيد الأضحى حولها اللقاله إلا ما أنت كوب يطبناب إلا ما أنت لب يطبناب إلا ما أنت صدح يطبناب مع المهاس وعيد الأضحى حولها اللقاله إلهي تشديهي أمري نبي محمد تشديهي وحال ليلة أضحيه وحال لقاله وينين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وإن انت يعبسد الله قاله انت سإله ابتس قيمة كله شمعنا الوحلة عجابة اللي قبت بهذا وإبادة وين وإن انت الله قاله عقيقة عرور مركو كودشو عقيقة وقلشة أما وانقلك وحال الله قاله وتعظيم وتقرب إلهي اللي قلت وانا الله أمري أو نبي محمد أي أمري نبي محمد هو أمرنا والله الله أمري مرك الله اللي يقول دوانا وإباده الله اللي يقول وينينا هدي الله قاله وعرور كاس بشي إلهي كود ليي ناف كاس نبي يقول الله قاله الله قاله إلهي وحا لغير هجينا قائب إلهي وحا لغير هجينا عرورك إنو هكاك إصلاحه إلهي وحي لغير هيجين عرورك توسا قيرو إن شفا عيسا قيران لهرو حتى الله قليلنا إن قيرك ألا اللي قوة إيا لغا عفصان أو عرورك طول انتبه حتى أوسن كوشف يعني سوى صغيرة مركا تعظيما ألا القوة إلينا وتقربا ألا اللي قد دوانا أو وحي لسلي قليل داس أجر اللي هلا هذا وناك اللي قوة إلا آقيرو هدين لقليل ديدنا وعلا عفصا إن قير آقير اللي قوة إيو أو عرورك صدوسا قيروك له ويركز الشفاء إنه الإمام أحمد رحمه الله مركة تعظيما وتقربا الله قال حوله إلى درس الله قال سيدة أصدقى لمركة مخلوق وحلو قال مكة تعظيما وتقربا سيدة أبقيدة قال رب عد الله قال أمسى وحوله الله مدكة هدي حوله الله قاله ليرى ذا شعر ميا وحلو قال حج يوسف وحلو قال شغويسة وحلو قال شعد غادر تشيلاني وحلو قال شغنور حسين الله قال شيخ بركان الله قال شيخ مرشان الله قال او ليس لي يا حدين لا قالو نعفي لغه له وتقرب ولوغ دوانا فيه حدين وخلا حدين لا قالو روبا لغه هله عرورتا لغه اكو بركونه مالكا بركونه اولكا لغه بدبادا عذرا لغه بدبادا وناغا لغه هله ليس لي حدان لو قريب او لا جوجيو سياره باكاس شعل ميه حاجي يوسف شيخ اويس شيخ عبد القادر شيخ مرجان شيخ اوياي شيخ نور حسين قربا ميداي حصتا دادكو اسكو اولياء ما هان وحيالها لياب كلاهي كميت اولياء مؤمنين تلو سينانتا اي قربا والبا يكوحوا والبا اولياء قارا باور قف اولياء قارا ايهو يقارين ايلي او اي وحوق قلان وحيسلين هادين لغتاقو ابارا ايمانا علادا ايمانا عدرها ايمانا لباتوين ايمانا وانا كوك دواقين وقار كميدها بوحي رادين القراد دهاري بديدي ابارها دعيا ومركي لغا تغي سياراتكي ومركي لغا تغي ساداتكي ومركي لغا تغي قيراتكي لوادي جيري مركي حدين لا سمينا وحالي سليه وحبال لغا هلا حدين لا سمينا وحالي سليه دباطة إماني حدين سيدة سواسيد إلهي اللو عابد جيري خوفا وضمعا إلهي محلو عابد يدعون ربهم خوفا وضمعا إلى وقت المؤمنين تربي وحالي عابد عبسي أي كعبسي الحداف كيسة عقاب كيسة عرديس iyo rajayn ay rajaynayaan naxariistiisa haddii marka sidoo kale qof makhluuqa aad wax ugu qasho waa caabid laakiin makhluuqan martiya ku tii nafad u qale wa banaan saxil muslim ku taala nabi maxamed aan u yimid sallallahu alayhi wasallam u qale nabi maxamed aan tan u yimid iyo abubakar oo saxdu u qale ayaga weyneyn ma ahan taqdiman wa taqarruban ma ahan wa ikraman karamayn martiga la kalaamayna
او قرا كرتا هيرغانا وابا لوغو تلا غليبا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون الهي وينا با حكمته نوغو ليدي خولها وين قلنوا وين انعنوا وين كغنعسنوا وين كفايدنوا marka saas in loo qasho waa haq laakiin in makhluuq loo qalo ayadoo la isla yahay loo qalayna dhibaa imaana hadii loo qalana dheef laga helay midas way mid la diida al jawaab ar-rabi' wal 20 jawaab talabatan ya afraayda la yajusu ma banana in ilaahi qayrkiis wax loo qalo ta'dhiman wa taqarruban wa dalilu dalilka kutusana qawlu wa ilaahi qawlkiisa ta'ala allah wa sarriya ila wuxuri fasalli utuko li rabbika rabbika wanharu wahna uqal fasalli utuko li rabbika rabbika salati ido kala so tuko wanhar wahna uqal rabbika wah uqal ay in harqal wadbah gowra lillahi ilahi gowra way in harqal idbah gowra lillahi ilahi gowra ayatas ilahi wuxu isku xadfay صلاه دي يا غوري الله قال له تكدا تعظيما وتقربا الهي وحوا لو قلا اضحيادي هديجي عقيقتي وهو امر يضمن الله قرا تعظيما وتقربا سدا سو كلام مخلوق يا وحلو قلا سدا ايسن او بنانين ان لو تكدا مخلوق او لو سجودو او لو ركوعو سدا سو كلام ايسن او بنانين حرام او تاهي ان مخلوق وحلو قلا تعظيما وتقربا لو قلا وقال النبي وحيري صلى الله عليه وسلم لعن الله إلهي هن على ذو نحريست إلهي كفوي لعنة معنية وحيطة هاي نحريست إلهي كفوي قفك إلهي هن على ذو نحريست إلهي كفوي من ذبح قفك الله قفك وحقل لغير الله إلا غير كيس الله غير كيس قفك وحقل وينين ووينين إيا أدوان شؤ أدوان وغرد شين يدباطين كعري وغرد شين يدعف كهرو قوكم نوع حقوق قرا الى هنا حديثها كفوي رواه مسلم حديث كوري كتبته او صحيح حسن حديثك اي كميده صحيح مسلم كاسو حديثه كيالا كاسو كيالا السؤال الخامس والعشرون سؤال الله تعالى يا شنايدا هل نطوف مضوافينا بالقبور قبورها للتقرب سانو غدوا نبيها القبور كاس ما بنانتا قبورها لغو سو وريغو سيدي قفغي شيخ ويس لوغو وريغي جيراي او كاله ما بنانا اي نقول لك جوابته هل نضوف مكو وريغينا مطوافينا بالقبور قبورها قبور الالي بضم القاف قف ولا غدا للتقرب بها ان لوغو دوادو دت قفغي كو جيره ال اسكو دوينه الجواب الخامس والعشرون جواب طلباتن يا شنايدا لا نطوف طواف من الا بالكعبه كعبه ضمان ادونك كركيسا كوما يالو ميل انت لو سو وريغو لو سو وريغو وريغا عباده لا دغو ضوا كعبه وغوري ميل كاديسان تضرب غور ما كنت سو وريغ تلبا حتو كتبا وا عباده وين قد سميد وريغا لو سو وريغا يا عباده ميل كان ما اغلو ماك الله انا لو ضوافا اكا لو ما ضواف الهي با ميشا امراي ان لو ضوافو واليا ضوافو بالبيت العتيق غورغي قديم كان نبي ابراهيم ابيصي نبي ابراهيم اياب سي نبي اسماعيل غورغاس قديم كان ددكو حدا وافينو الهير ميل كره او دونك كركيسا كو تالا او لوو دوافو عيلاده اي نقايدا دواف كاسو ما جيرو او على لعابده marka hadii qabri lagu dawaafo qabriga qofkii ku jira lacaabuday waa shirki waa galnimo la natufu tawaf maino illa bil ka'bati ka'bada maane qala ta'ala ila wuhuri وليا طوافوا طوافا بالبيت غرغي العتيق قديم كها عتيق وشيء هريي مركا نبي ابراهيم نبي اسماعيل بسه وقديم وين انت الاوبي هي تاريخ را نبي ابراهيم يا نبي اسماعيل بسه وحديث صحيحه لكن كهر ادم بسيه نوح بسيه وقصص يا شيخ ولغان الدين كاغ لو ما دسو قصص يا شيخ الدين تبع ايه قران حديث صحيحه تاسا لغو بس الدين كاله وقال النبي وحير صلى الله عليه وسلم من ضاف قفك كوريغا بالبيت بيتك سبعا تضلع تضلع قور قفك كسو وريغا وصلى تكذا رقعتين لبرق كان عمل كاسوحو أهانا كعفق رقبة قور قفحر ييوك الدون قفحر ييوك ولم نقنا تضلع قور دات كعبادة كسو وريغتو
oo aad markaas laba raqcad tu keto waxaad la mid tahay hal doon adoo xireeyay dawaaf kaas marka tiradii uu ka batay wuxuu noqon kara qof muhrim inuu dawaaf qof kan umru xirta markaas hada waa waajib inaad dawaafto adoo qor xireeyna wax la mid oo ajir ka soo dhili marna qofku uu dawaafa waa xaj xajuu xirta xajuu tu xirto dawaaf qudum kiyo sunna waa dawaafa wuxuu kala dawaafa dawaaf ruknigi oo dawaaf ifada oo maalinka toobnaada bisha dhiixa toban tahay ay bujeedu dawaafaan wuxuu kala dawaafa markuu soo tagaayo oo maka ka soo tagaayo dawaaf kala dawaafo dawaaf wadaac leh oo waajib ah saddex laas dawaaf u leeyahay xaj mid oo ah sunno waa mid ka waray dawaaf qudumka iyo mid rukniba oo xaj kura ansaxayna hadii laga tago oo ah dawaaf ifada iyo mid waajib ah oo hadii laga tago lagu dambeeyo neef inaad qashara waajib ku noqoto laakiin xajku ma buraayo oo ah dawaaf wadaac saddex dawaaf u leeyahay saddex dawaaf ayuu leeyahay xajku kuwaas marka umrada iyo xajkay ku xireen dawaafyaalkaas waxa soo haray adoon xajna xiran umrana xiran iska caadi labiskaaga oo qamiskaaga oo gabadhu waxa weyn masheerka ku xireen yahay ayuu kacbada iskaga soo wariyay oo iskaga sumaysa sida masjidka ta leeystaaga labar qof sunna loo tukado kacbada imaane toddoba goorad ku soo wareegay labar xajke waa ku cibaado adoo adoon xiriir lamid adoon qofka xoreeyana adoonka xibnihiisa iyo adiga xibnahaagu isleegiyin xibin kasta oo jirkiisa ka mid a waad xorayday xibin adiga jirkaaga ka mid a naarta ilahay uga xorayna adoon la xoreeya waa cibaado weyn wey adoon la xoreeya waa cibaado aada u weyn adoonma hadda lamaba hayaba ilaahay weyne subxaana wa tacala muslimiinta inta iseeyo awood u yeelo oo jihaadka gaalada uu calankiisa ilaahay taago oo gaalada ilaahay burburiyo dadka laga soo qafaasho gaalada marka muslim iyo gaala dagaalamayaan gaalada dadka laga soo qabto imaamka muslimiinta hadduu ku xugmiyo yira waa addoommo addoomo dadkaasaa la yidhahda addoommadu qabiil dhasha maaha maaha ee waa dadkaas gaalada iyo muslim markay dagaalamayaan lasoo qabto marka imaamka xukunkaa siiyo ga ilaahay muslimiinta ha ciseeyo marka muslim cisoobo ayaa addoonka sidaasuu kusoo noqon kara wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man daafa qofkii dawaafa bilbeyti beytka sabcan toddoba goor wa sallaa tukada ragcatayna laba ragco kaana camalkaas wuxuu ahaana ka cidqi raqabatin addoon la xoreeyo oo kale saxiixun xadiidun saxiix wa xadiid saxiixa rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey asu'aalu saadis walcishruun su'aasha labaatan iyo lixayda maa xukmu sixri sixirka xugunkiisu muxuu yahay sixirka xugunkiisu muxuu yahay sixirku waa xaaraam ee xugunkiisu bal ka war xaaraamtu waa darajaad saqiiradu waa xaaraamtay ka mid tahay kabiirada aan kufriga gaarsiinays waxay ka mid tahay xaaraamta kufrigu xaaraamtu ka mid yahay marka sixir waaba xaaraane horta bal xugunkiisu halkee gaarsiisay aljawaabu saadis walcishruun jawaabta labaatan iyo lixayda asixru sixirku min alkufri gaalnimadu ka midi qofka sixirowgaa dadka sixraa kufriyuu ku dhacay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaakina ashayaadiina shayaadiintu kafar waa gaaloobeen ama ha ahadeen shayaadiin ulinsi ama ha ahadeen shayaadiin uljin ilaa shayaadiinta qaarna waa jin qaarna waa insi marka qof kasto oo adkaado xumaanta ku murxay oo sharta ku murxaa la yidhaha shaydaan oo dadka balaayada ugu yeere marka shayaadiintu waa kufriyeen uu ilaah yidhi walaakina shayaadiina shaydaanadu kafaru waa kufriyeen yucallimuuna annaasa dadka xaala ay baraayaanay kufriyeen asixra sixirka waxay kufriyeen xaaladda ay dadka sixirka barayaan marka sixirka oo dadka la baraa kufrigiiba ah xaaladdaasay kufriyeen uu ilaahay leeyay yucallimuuna annaasa dadka xaalay barayaan asixra fil falfalka xaaladdaasay kufriyeenu ilaahay marka sixirku waa kufri wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ijtanibuu ka dheeraada asabca toddobada dembi toddobada almuubiqaati oo waxraagta almuubiqaati alleda oo jamal mana saalib waxaa laga sifaynayaa asabca a laga sifaynaa marka waa nasbisan yahay kasraana lagu nasbiya almuubiqaati adleda almuubiqaatu maaha waa qalab ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada dembi toddobada almubiqaati ee wahalaagta oo dadka ku dhaca halaagsamaan ee naar ay mutaan marka toddobadii nabigu waa tiriyey wuxuu yidhi ashirku billaah waa ilaahay loo shariig yeelo dunuubta wahalaagta kan ugu horreeya ugu qatarsan waa ilaahay cid kale lala caabudo
والسحر يفلفل كلباد ونبغو كذب سحر شرك ديو كعطف أو لبأو أغادب متفق عليه البخاري مسلم حديث سوا فقين مسلم كريم مورد رواه مسلم كريم ماهن بخاري مسلم سوا فقين الحديث بخاري نواوري لي مسلم نواوري لبأو كتاب ساسوية السؤال السابع والعشرون سؤال شلواتن يتضبئضا هل نصدق ما أرمين إنا العراف قرافيستا والكاهن كتاب جابلوغا في علم الغيب غيب كعلم دي صدوك ورمو قف قرافيستا أما سي كتاب جابلوغا بك وحشيغا اللي رهبا عراف كاهن واسكمي بعدي دي كام مقنات أدوي الدين قيلا يقبص الكوشرة فاليد كاسا واحد رهدا عراف قرافيستا اللي رهدا كاين كتاب جابلو والله قفاي جير كيلو جيمي روبا لواي غورما لهلا علاط يخونا وحل الدريم يا دبا لديليا علاطان هلكي كاتيم هلكيس لوغا بخا وارمه غيبيات الويدينه حديقه شيقا كميده ددك حديقه فيريه فالشوغا كميده هبره مريم ايا كميده شياطين تكو لا سو حدلان او دولكه جوغا او شياطين تجينكا لا شقيستا كميده او يراد حالان سو مراري على الله لا حضلي وارنتي سو لا حضلي همودي مو بين شيغيو ولا لا حضلي لكن يا لا حضلي شيطان الله حضلي شيطان كي صاحب كي سو لا سو اللي تشرجين كاي لا سو حضلي او كذاب كان طران كذاب كان طران ما بيقولوا يري حال مرهم او شيغا بقول بيناتنا وا كدر بقول شيطان كي جينك مر انت اسكرو شيطان كي جينك ميد بيد كو استاغو سدا مارتي غورغا طبقه دات كشوبيه او ارك اتي ستغان اي ملائكه سو دغيسان ورمايد malaa'ikta oo dhahayda midna sanada soo socda meeshaas roob ku shubl iyir malaa'ikta roobka wixii saarna kelmadii maqla kelmadii midba mid soo diibe ka dhulka joogo shaydaanka markuu dhiibo talo ardo midkan baro aadanka wax sheega uu sheega u leeyahay roob halkaas ku daay waa uu sheega sidii u dhixe laakiin boqol ugu dara qofii halkaas laga gaar qofii waa raaysana kaas waa u dhimana kaas waa la dhaca taasa imaane waxaas u daldala kulli waa wada been laakin hal kibid oo sheegay sidii uu sheegay marka u dhacdo oo malaa'ifta ay ka soo dafeen aad dadku u rumeynay ku fidnoobayeen ay leeyeen wax ma oga miyatir mana ka dhageysanay maalin heblu sidaas yiri sidii ay u dhacdo waa duulana ogeyna la hadla duulana ogey walaal la kala shaydaan jinni ah oo kaafir ah la soo habo asna waa shaydaan dulka joog insi sawma jeedir nabiga saas noo baray sallallahu alayhi wasallam marka kaahina leeyada لا نصدقهما أخمي منه جوابت واحد تقال جواب السابع والعشرون جوابت لباطنية الضبايدة لا نصدقهما كاهنك يا كتاب قبلوغة أخمي منه عرافك يا كتاب قبلوغة أخمي منه وحي الشيغان وقيب ما أغان لنا ما أغان لا نصدقهما عرافك يا كاهنك أخمي منه لقول إلهي قولك سو دليل تعالى إلهي واصر إياهي إله هو غيري قول للنبي سبحانه لا يعلم ما أغى من دول في السماوات إلى ريالك كسوغان والأرض دولك وحا كسوغان الغيب غيبك ما أغى إلا الله الله ما هني الله سوى أغى غيبك لكن إنتك لو وحا الصلاة كسوغان الملائكة وحا رونك كسوغان الجنية إنسي غير كوتا ما أغى غيبك ما أغى وآيات قرآن هذا تراد هو أغيهين كافرة إلهي بيني وقرآنك بيني nabiyalka malaa'ikta hay ogeyn inta loo sheego ilaahay u sheegay bis qayb mutlaqan ma ogeyn id la ogeysiin ma jirto baatar heebel allah mahfud ka daalacada qayb ku ogeyay way macnihi sababto ah waxyaalaha dhacayo dhamaan sida xadiiska saxiix muslim ka ku soo min xadiis abdullah ibn amr ibn aas waxa la qadaray irka iyo dhulka intaan la abuurin konton kun oo sano ka hor ayaa allah mahfud ka lagu qoray wax alla inta qof dhimanay inta dhalane inta jirane inta caafimaade inta isoobe inta duloobe inta wax weeyeen macsiido ku dhacayda inta daacada ilaahay sameeyne kuwa faasiqooda kuwa hanuuna dhamaan la xaqfuutay ku qoray qofka oo tiraado la xaqfuudu daalacda geybki og yahay weesi mutlaqahu ogi marka kaafiraad noqonayda kitaabka alle beeniyay hayl allah wuxuu leeyahay qul dhah nabiga subhana u sheeg dadka laa yaclamu ma oga من دول في السماوات إرريالك كسوغان والأرض لولك وحا كسوغان الغيب قيبك ما أغا إلا الله الله ماني الله أقيبك وقال النبي قيري صلى الله عليه وسلم من أطاع عرافا قف وحشيك قفك أطاق أو كاهنا أما كتاب قبله قفك أطاق أو فصدقه كرهما يستورك أشيك
وركي يكرر ما يستي غيروا قلاطنا إيه إسدلك مصيبان وحي كاتيمي من هبلا سحر كيمي تضبع إسامو إيه رتمدو هلق الأولي والشيطان شياطين الله سوى هذا الشيط شياطين أي الله سوى هذا الشيط شياطين أي الله سوى هذا الشيط إذا الله سوى هذا الشيط الله أنه شيء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى وحولي هي نبي كستا وحاويالني كوى عدو كوى وشياطين تأنسي يا شياطين تجنك نبي يالك عدو كويهين دين تنبي عدو كويهين إسلام نبي عدو كويهين إلى وحول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قبل كود قبل ككل وحي وحيودان هذا لقرحيي ما هي وحيونيان غرورا كدين ايدتك كدينيان وعلى ربطك انت كوكت سومان إلي كرميستان وكباديوبان وكفر كل عام إلى وحر وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك شياطين تو وحي وحيودان كو أيجا حرير كالالة وإنسي هاي وحيودان سيئين الله الضوضة وإن أطعتمهم إنكم لمشركون حداد أبدعدان oo waxay sheegayaan urxumaydaan ku adeecdaana mushrikiinati ilaahay mushrikiyala ilaahay mushrikiyala marka dadka wax sheega wax ma oga qofka urxumeeya qofkaas uu diinka nabi maxamed ugu soo dejiyay ku kufriyay nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam man ata'arrafan qofki qof wax sheega u taga aw kaahinan ama kitab gablo fasaddaqahu umakumaya bima yaqulu wax uu sheegayo فقد كفر قفكاس وخو ككفريي بما دينك انزل لغو سودجي على محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينتي النبي محمد لغو سودجي قفكاس واكو غالو الا دينتي النبي محمد وا تنا او وحي ليهي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب انك وخا كوسوني دولكا وخا كوسوني قيب ما اوغا الا الله الله marka laga reebo marka qofka ay yiraahdo waxbu og yahay qofkan wax sheega qofkaas wuxuu ku kufriyay diinta nabi maxamed ay wax qara wax ilayhi انت قلبك بوك لا دمد ربك ربك بقول تك قف كان جريدي سالف حواي واس كغا تغا انو سو حواي وغ وار ما كفغا كريادين دو وا امتحان قفكو ماركو جريدي الله يباكو امتحانا وها لا فيرينيا ان صبرتو او طريقه حقا كو غابسطو قران كو اخري اذكار كو اخري دكتور اوغي انتو وبنايين كو صبر الله يبارك يا ان تفدنودو او اد ارغغخدو وا امتحان ما امتحان كو دخد هكو دين امتحان كمر صحيح حديث صحيح وحديث صحيح رواه أحمد أوريي